باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته بركته من الآن كل أوان إلى ظهر الدهور كلها أمين. بنعمة المسيح وبرشاد الروح القدس ناخد فكرة عن إنجيل القديس متى علشان هنبتدي نغوص في سر هذا الإنجيل. إنجيل القديس متى زي ما اتكلمنا في حلقات سابقة قلنا إن هو بياخد رمز الإنسان لأن بيتكلم عن السيد المسيح له كل المجد، الإنسان الكامل الملك. وإنت لما تخضع لسر الإنجيل هتعيش إنسانيتك وتكون ملك وتملك مع المسيح زي ما المسيح ملك على خشبة. أنت هتملك مع المسيح وتشيل صليبك بمنتهى الشكر وتبقى عارف أن ده عرشك زي ما شلته هيشيلك. إنما لقيت حاجة في إنجيل القديس متى تساعدنا جدا على دراسته، إن إنجيل القديس متى هو إنجيل التجميع. التجميع طبعا احنا عارفين ان القديس متى هو لاوي، لاوي العشار، وكلمة لاوي معناها مقترن. لاوي يعني مقترن. وانت اذا اقترنت بالله هتختبر عطية الله. علشان كده نلاقي ان لاوي ده هو اللي اسمه ايه؟ متى. ومتى معناها عطية الله. اقترن بالله عشان تعرف سر انجيله في مسيحه فتختبر عطية الله. في حاجة تاني، متى اللي هو ثيودور بالقبطي واللي هو توادرس باليوناني واللي هو تدرس بالعربي، متى بيمثل لنا الإنسان رغم الشغلانة بتاعته اللي هو مش قابلها ومش عاوزها وبيصلي لربنا امتى تيجي بقى عشان تخلصني من دي الشغلانة. تبص تلاقي ربنا ينظر إليك، هينظر للأمانة اللي بتأدي بها الشغلانة ويجيلك زي ما جه اللاوي ويقول له إيه؟ اتبعني. حصل إيه؟ حصل إيه من لاوي؟ ساب كل حاجة وتبعه. ربنا هيجيلك، خليك أمين في اللي أنت فيه، خليك أمين رغم الوسط رغم الناس، خليك انت الامين. تاكد ان الرب هيجيلك وهيديلك شغلانه وخدمه، او خدمه شغلانه، تبقى حاجه جميله طول ما انت بتراعي الامانه. وما تنساش سفر الامثال بيقول الرجل الامين كثير البركات. الجميل كمان في متى إن مجرد ما تعرف على شخص السيد المسيح وحس بالنقلة دي عمل إيه؟ فكر في إخواته اللي في الشغلانة دي، عزمهم كلهم وعزم المسيح وقال له تعالى تعالى معانا، أنا عامل وليمة جايب لك فيها أصحابي. أنت لما تتعرف على المسيح هل بتدعو أصحابك بتوع زمان، بتوع الشغلانة القديمة، بتوع الأعداد القديمة، الأعمال القديمة، بتدعوهم وتقول لهم تعالوا اختبروا اللي أنا اختبرته، عيشوا اللي أنا عشته، شوفوا السر ده. السر كان في كلمة قالها لي، والكلمة دي موجودة في الإنجيل، سر الإنجيل.
القديس متى علشان كان أمين نلاقي إن القديس متى أثر في الرؤساء بتوعه. هو كان ليه ريس؟ نسمع في لوقا 19 عن واحد رئيس للعشارين اسمه ايه؟ زكا. وزكا ده قال انا عاوز اشوف يسوع بأي شكل. اشمعنى زكا؟ تعرفه منين؟ قال كنت اعرف واحد شغال معايا امين ما بيسرقش، بيجمع واللي بيجمعه بيدهولي ويرضى بقليله، انسان حلو قوي. فجأة لقيته مسلم لي الدفاتر خلاص ما بقاش. سألت ايه اللي غيرك؟ قال له يسوع بكلمة، انا عاوز اشوف يسوع ده. اراد ان يرى يسوع من هو. وتلاحظوا ان اتقال عن زكا اللي اتقال عن السامرية كان لازم يجتاز السامرة ويجتاز من ناحية الجميزة اللي عند زك، كان لازم يجتاز بالمولود أعمى. أي حد يطلبه بأمانة هيلاقيه. دي إجابة الناس كتير نقول بنطلبه مش بنلاقيه. راجع الأمانة، إذا راجعت الأمانة هتلاقيه مهما كانت الظروف اللي انت فيها. وكانت قصة خلاص زكا نتكلم عنها بالتفصيل لما نيجي الإنجيل القديس لوقا. إنما نرجع للقديس مت، هذا الإنسان الأمين مع زمايله وعرفهم بالمسيح بالوليمة، مع رئيسه وعرفه بيسوع زكا. والإنسان اللي دايما عايش لحساب يسوع عارف سر الإنجيل، فبيشاور على يسوع من خلال كلماته. علشان متى كانت شغلانته بيجمع ضرائب، يعني كان بيعمل فايلات، بيعمل ملفات لكل فئة. فعشان كده شفناه وهو بيكتب الإنجيل بتاعه عامل برضو ملفات للإنجيل، عامل 5 ملفات. إنجيل القديس متى عبارة عن 5 ملفات، بس مش 5 ملفات ضريبية، 5 ملفات إلهية فيها سر الكلمة المحيية اللي هو اختبرها متى نفسه وإزاي غيرت حياته. وكل ملف من الملفات الخمسة ينتهي بعبارة لما أكمل يسوع هذه الأقوال. عشان كده ده عنوان حلقتنا، فرصة إن احنا ندرس ال5 ملفات. هندرسهم بنعمة المسيح بسرعة وهندرسهم بالتفصيل. بس حابب أقول في ال5 ملفات بيبدأ من إصحاح 5 أول ملف. طب علشان ندرس بقى والدراسة تبقى سهلة، ما تقول لنا من إصحاح 1 لـ4. أقولهم بسرعة، إصحاح 1 ده يتكلم على النسب بتاع الملك، الإنسان الملك. والإصحاح 2 يتكلم عن ميلاد الملك، والإصحاح 3 يتكلم عن رسول الملك يوحنا المعمدان، وفي الإصحاح 4 يتكلم عن انتصار الملك، التجربة وإزاي الملك انتصر. وعلى فكرة الملك انتصر بالطبيعة البشرية اللي أخدها، علشان يقول لك انت يا بشر انا عطيتك القوة انك تنتصر. ايوه انت، اوعى تفتكر اني انا انتصرت ليا، ده انا انتصرت ليك وللطبيعة البشرية. اصلي
أنا الله، ده الشيطان ما يقدرش يجيلي إلا لما أسمح له. فأنا سمحت له إني يجيلي، ومش بس كده، وياخدني فوق جناح الهيكل ومعاك، وفوق الجبل ومعاك، وكأني بقول له الأرض اللي تغلب فيها أنا معاك فيها وهغلبك فيها. وعطيت الانتصار ده لأولادي. مش احنا خدنا كتاب ميلاد يسوع وقارنا بينه وبين كتاب ميلاد آدم؟ ما ده يسوع اللي جه مولود ليك وليا علشان يدينا الغلبة ويدينا الانتصار، يدي القوة دي للطبيعة البشرية. انت منتصر بقوة يسوع البار، انت منتصر بالمسيح، احنا غالبين واعظم من منتصرين بالمسيح. مش هو اللي عطانا السلطان ان ندوس على الحياة والعقارب وكل قوات العدو؟ ادي دي الاربع اصحاحات الاولانية في انجيل القديس مت. طيب من اصحاح 5 لآية لاصحاح 7، ونوصل في إصحاح 7 لآية 28، بتنتهي ولما أكمل يسوع هذه الأمر. طيب بيدينا إيه الملف الأولاني ده؟ دستور الملك، دستور المسيحية. وفي دستور الملك نلاقي في صح 5 و6 و7 دستور الملك اللي فيه التطويبات. بس عاوز أقول لكم لحظة، اوعوا تفتكروا ان العظات دي كلها السيد المسيح قالها في مرة واحدة، لا، ده قالها في أوقات مختلفة وفي أماكن مختلفة. تقول لي الله، ما احنا بنسميها الموعظة على الجبل. كان من ضمن الأماكن اللي قال فيها عظة من العظات دي كان فوق الجبل، صعد إلى الجبل. إنما في أوقات تانية ما كانش فوق الجبل، في مناسبات أخرى، بس اتجمعت. القديس متى إنجيله كرازي تدبيري، بيجمع في ملفات علشان تسهل الشروحات والفهم والتأملات. ده الأسلوب بتاع القديس متى. ونلاقي في الدستور بتاع الملك وفي الموعظة على الجبل تحديدا لما قال التطويبات، نلاقي العالم كله وقف في ذهول بيتأمل في هذا الملك. وبالمناسبة أنا سمعت بنفسي فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وهو بيعلق على الموعظة على الجبل، ولمحت في عينيه الدموع، لأن اللي بيتكلم هو الرب يسوع. غندي من زمان قال عليها لؤلؤة. يا ريت أحباء نركز في اللي قالق. على فكرة السر بتاع تكوين اللؤلؤة عارفينه ازاي؟ اللؤلؤة سر تكوينها أقول لكم ازاي. سر تكوين اللؤلؤة، في نوع من المحار في أعماق البحار، وخلي بالكم البحر بيرمز للعالم، عشان كده في سفر الرؤيا يقول والبحر لا يوجد فيما بعد. خلاص العالم بشهواته بأخطائه مش موجود. المحار ده اللي موجود في عمق البحار عبارة عن إيه؟ المحار
عبارة عن جسم رخو جوه تو شيلفز، يعني المحارة ليها جزئين بيتقفلوا كده، كلنا عارفين المحار. الجسم الرخو ده بيحميه كغطى الصدفة اللي هنا والصدفة اللي هنا، دي بيعملوا كده جزئين يتقفل. ساعات بنفتح سنة للعالم، ولما نفتح سنة للعالم يبتدي يخش ايه، ولو حتى حباية رملة صغيرة تدخل جوه. اوعى تسمح بأي ثغرة مهما كانت صغيرة من بحر العالم تدخل جوه. طب هعمل ايه؟ انا عايش في العالم. اعرف سر الانجيل، انت عايش في العالم، اعرف سر الانجيل. الانجيل بيشاور على السر، المسيح اللي هو اللؤلؤة الكثيرة الثمن، شفته تألم ازاي في العالم؟ فانت مش اقل من المسيح. علشان تتمجد مع المسيح وتبقى لؤلؤة لازم تتحمل الآلام اللي تدخل من العالم. ربنا يدينا ان احنا تدخل حباية الرمل تدخل جوه الجسم الرخو، فالجسم الرخو يعمل ايه؟ الآلام بتعمل فينا ايه؟ بتخلينا نقول قريبة قوي من الله، واتفقنا ان الكتاب المقدس ده انفاس الله. يا ريتك وانت تعبان من الغبار بتاع العالم اللي بيسبب لك ألم وانت عبارة عن جسم رخو، تزرف الدموع قصاد يسوع. ما هو الجسم الرخو لما بيدخله حباية الرمل بيفرز مادة كأنها دموع، تذكرنا بالدموع، تلف حوالين ايه؟ تلف حوالين حباية الرمل، تلف لحد ما تكون اللؤلؤة الكثيرة الثمن. يا رب ادينا ان نعرف السر يا رب، سر الأم. عشان كده يقول فأول التطويبات طوبى للمساكين بالروح. المساكين بالروح، مين المساكين بالروح دول؟ اللي قال عنهم السيد المسيح، دول اللي متعلمين مني، تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. هي الوداعة غير الاتضاع؟ ما السيد المسيح قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع، يبقى الوداعة غير الاتضاع. طب الوداعة يعني ايه؟ يعني المسكنة بالروح، يعني الصورة العملية للاتضاع. يعني قبل ما تتكلم عن الاتضاع خلي الناس تشوف فيك الاتضاع، قبل ما تسمع منك عن الاتضاع تشوف فيك الاتضاع. أول التطويبات طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. طب آخر التطويبات إيه؟ آخر التطويبات طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم فين؟ في السماء. فنلاقي التطويبات بدايتها سماء ونهايتها سماء. ربنا يجعلنا عايشين الطوبة لما نعرف سر الإنجيل ونعيش لحساب المسيح، اللؤلؤة الكثيرة الثمن. لسه ما خلصناش الملف الأولاني. في التطويبات، في دستور الملك، في تعاليم الملك، نلاقي ربطها بأبانا الذي في السماوات. التطويبات مرتبطة بأبانا الذي في السماوات. أيوة في حينه هنتكلم عن ده، بس أنا عاوز أخلص معاكم الخمس فايلات، الخمس ملفات دول.
فآدي الملف الأولاني، ربنا كمل لينا التعاليم. ولما أكمل يسوع، هو المعلم الصالح، اتعلم منه، ما تاخدش تعاليم من غيره. ولما تسمع تعاليم يختلف عن تعاليم السيد المسيح نفض له، هتقول له نفض له ده مش أسلوب روحي، لا ده أسلوب أبائي في بستان الرهبان، أب كاهن كبير طاعن في السن، كان قبل ما يدخل القلاية يلف حوالين القلاية كذا مرة، فشافوا الراهب الصغير قال له يابا بتعمل ايه؟ أنا بشوفك إن قبل ما تخش قلايتك عمال تلف حوالين القلاية، بتعمل ايه؟ قال له يا ابني بنفض وداني من الكلام اللي سمعته من أهل العالم، كلام ما فيهوش تعاليم المسيح، نفض ودانك وقول له كمل يا كامل بتعاليمك اللي ينقصني من تعاليم. الملف الأولاني دستور الملك من إصحاح 5 لإصحاح 7. الملف الثاني نلاقيه في إصحاح 10، يعني نقول إصحاح 10 دوة يتكلم عن خدام الملك. ولو تفتكروا في تأملاتنا عن خدام الملك شفنا لما عينهم وسماهم وأرسلهم وأواهم، الحلقات دي موجودة نبقى نشوفها في وقتها بنعمة المسيح. خدام الملك، وخدام الملك نبص نلاقي في إصحاح 11 آية 1 يقول لما أكمل برضو، يبقى هو السر، المسيح هو السر اللي يكمل لك خدمتك. أنا بحس يا رب إن خدمتي ناقصة، مهما خدمت يا رب بحس إن خدمتي ناقصة، أنا أكمل لك الخدمة. عاوز تعرف مقياس الخدمة بتاعتك، خد الإنجيل، سر الإنجيل في الرب يسوع المسيح له كل المجد، قيس نفسك على خدمة يسوع. ما كانش ليه أين يسند راسه، ده أنا مقضي اليوم كله نوم، يا رب ارحمني. ما كانش ليه مكان يسند راسه. عارفين السيد المسيح سند راسه إمتى؟ على عود الصليب، لما قال نكس الرأس وسلم الروح. ده يا رب الوقت اللي انت ريحت فيه، أيوة لما قلت قد أكمل خلاص. يا رب ادينا احنا كخدام ليك ان قبل ما ننام وقبل ما ننكس الراس في النومة الأخيرة ان نقول اطلق عبدك بسلام يا رب حسب قولك، كملنا بيك يا كامل خدمتنا. أمين يا رب، أمين. يبقى شفنا الملف الأولاني دستور الملك، شفنا في التاني خدام الملك، الملف التالت أمثال الملكوت، برضو ملف كبير فتحه القديس متى وجمع فيه امثال الملكوت في اصحاح 13، وكانه بيقول لك انا طريقك للملكوت. لو نيجي نتتبع امثال الملكوت عشان تدخل الملكوت، قول له يا رب توبني قبل ما اموت عشان تدخل الملكوت، عشان يبقى لك نصيب. عشان كده طماف إيريني كانت تقول كلمة جميلة قوي، كانت تقول توبني قبل ما تاخدني، كانت واخداها من أرميا النبي لما بيقول توبني يا رب فأتوب. مش عارف تتوب، قل له يا رب توبني فأتوب. والفايل الرابع تلاقوه في إصحاح 18، بس قبل ما انقل للفايل الرابع 13
53 تلاقي لما أكمل يسوع، في الفايل الرابع 18 أبناء الملكوت، في نهاية إصحاح 18 أول آية في إصحاح 19 برضو لما أكمل يسوع بيتكلم على أبناء الملكوت. مين دول أبناء الملكوت؟ مين دول؟ اللي جايين من الشرق ومن الغرب يتكئوا في حضن إبراهيم، اللي منهم الأمم، اللي منهم عباد الأصنام، اللي صدقوا يسوع. طب وأبناء الملكوت اللي رفضوه مكانهم هيطرحوا خارج؟ يا رب ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب. آخر فايل في الفايلات الخمسة إصحاح 24 و25 يتكلم عن علامات مجيء الملك، المجيء الثاني، علامات المجيء. والناس بقى تحب قوي تسمع وتقول نفسر سفر الرؤيا علشان نعرف امتى هيجي. ما يهمناش ان نعرف امتى هيجي. وهو قال ليس لكم ان تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه وحده. أمال يهمنا إيه؟ إن كنتم تستعدوا بالسهر والصلوات، استعدوا بالقراية في الإنجيل عشان تعرفوا سر المسيح. المسيح ده اسمه النور الحقيقي، ومدام عرفت سر المسيح، سر نوره في إنجيله، مصباح لرجل كلامك ونور لسبيلي، هتبقى ابن نور، مش هتبقى في ضلمة. فمش هيجي لك اليوم دوا قلص، ما تخافش، هتبقى ابن نور وابن نهار. وفي إصحاح 25 يتكلم عن العذارة، الحاكمات والجاهلات. أحسن استعداد إن يكون في الآنية بتاعتك زيت. اوعى تكتفي، اوعى تكتفي، اوعى تقول لا انا خلاص خلصت وصلت. لا، انا خلصت وبخلص وساخلص. ابتدي دور على الزيت، الاعمال الصالحه، ابتدي دور على الزيت، روح ربنا اللي فيك علشان ينميك ويكملك، عشان نبقى كملنا الانجيل كله. 26 و27 و28 آلام السيد المسيح، موته المحيي. وهنشوف إن موت المسيح أحيا أجساد كتير من القديسين. موته محيي، بالموت أمات الموت، موته محيي. وشفنا في قيامته انتصاره، وشفنا فرحة المريمات، وفي القيامة شفنا حاجة مهمة أوي أوي أوي. شفنا رؤساء الكهنة اللي كانوا بيتهموا المسيح إنه كاسر السبت، إنجيل القديس متى يبين لنا إن هم نفسيهم كسروا يوم السبت. فاكرين لما راحوا لبيلاطس وقالوا لقد تذكرنا أن هذا المضل قال إن في اليوم الثالث هيقوم، فمر بضبط القبر لحسن يجوا تلاميذه ويسرقوه ويقولوا قام. فقال لهم إيه بيلاطس؟ رغم إن بيلاطس كانت مكسورة عينه منهم وعمل اللي هم عاوزين، ورغم إن اعترف إن ده قدوس وبار، قال لهم لا، عندكم حراس، روحوا انتوا اضبطوا القبر. فراحوا وكسروا السبت بينما كانوا يدينون، وقعوا في الدينونة. وكأن المسيح بيقول من خلال موته وقيامته ليهم اعرفوا السر، السر فيا أنا، أنا النور الحقيقي اللي أخليكوا تعيشوا الوصية مش بحرفية ولكن بروحانية. نشكرك يا رب على سرك في الإنجيل، لك كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين.